راح نتكلم في هذا الدرس عن العناية اليومية بالطفل حديث الولادة منذ ولادته. يجب أن يعطى الطفل اللقاح منذ اللحظة الأولى للولادة. قد يختلف سن بدء التطعيم من بلد لآخر طبعا. أما العمر المفضل للختان فهو بعمر الشهر إلى 15 يوم الأولى، ولقد ثبتت الفائدة العلمية للختان، وأصبحت كل الهيئات العلمية تنصح بالختان، لأن لوحظ زيادة معدل الانتنات البولية وسرطان القضيب عند الرجال الغير الذين لم يعملون هذه العملية، عملية الختان. يفضل عدم إجراء الحمام للطفل في اليومين الأولين بعد الولادة، لأن المادة البيضاء أو المادة الدهنية الموجودة في الجسم مهمة جدا. طبعا هذه المادة الموجودة على جسم الطفل التي تسمى الطلاء الدهني مفيدة للطفل وتحمي جلده من الجراثيم. أما إذا كان هناك ضرورة قصوى لإجراء الحمام للطفل بسبب اتساخ الطفل، فهنا ننصح في إجراء هذه العملية، عملية تنظيف الطفل بالماء والصابون. وأيضا لا ننصح بإجراء الحمام بالماء والملح كما هي العادة في بعض المناطق التي ممكن تكون في مثلا موجودة في المغرب أو موجودة في سوريا أو موجودة في بعض المناطق اللبنانية التي تعمل هذه العملية. هذا الحمام طبعا غير مفيد جدا للطفل، قد ينقل بعض المواد بسبب تلوث الملح مثل الجراثيم الكراز. طبعا هذه الجراثيم تنتقل بسبب الملح والماء وتدخل في مناطق ضيقة جدا مثل سرة الطفل. سرة الطفل طبعا حتى الآن لم تشفى بنسبة 100%، فممكن يتسرب لها أحد الجراثيم أو أحد أنواع البكتيريا أو المخلوقات الدقيقة، ممكن يسبب له تلوث في الجسم، ممكن يسبب له الوفاة وارتفاع درجة الحرارة والتخلف العقلي بسبب موت الخلايا المخية الموجودة في الدماغ. إلى هنا انتهى الدرس. أتمنى منكم أنكم استفدتم من هذا الدرس البسيط جدا. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.